إذن أهلا بك سيادة العقيد. ضربات أمريكية جاءت بحسب الإعلان الأمريكي طالت أهدافا تابعة لإيران في شرق سوريا وتحديدا في دير الزور. ما الذي استهدف في هذه الضربات بحسب متابعتك سيادة العقيد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بنسان أهمية الضربة أنه كبيرة هي وقوية لأنه هي بإشراف الرئيس الأمريكي، هذا قول واحد. نعرف نحن عندما يكون قرار رئيس أمريكي يكون هناك هدف ثمين وقوي. اللي قصف مستودعات في دير الزور في منطقة عياش اللي تبعد عن محافظة مركز المدينة بحدود 10 كيلو متر تماما، منطقة عسكرية بامتياز، فيها معسكر الصاعقة، فيها مستودعات، وفيها كثير مركز الإذاعة دير الزور كمان فيها قوات عسكرية، وفي قريب عنا على حدود 8 كيلو عن عياش اللواء 137 التابع لفرقة 17. فتم القصف تماما بتسع أهداف على منطقة دير الزور، لتدمير المعسكرات اللي هي كانت تعتبر مركز تخزين للإيرانيين. طبعا الإيرانيين رفضوا نفوا هذا الكلام، ونحن نؤكد هالكلام أن المعسكرات عياش هي تابعة لقوات الإيرانية. من دخول إيران إلى دير الزور سيطرت على منطقة عياش كاملة. في معلومة تانية اللي أكدنا عليها ما حتى الآن نتأكد منها، ولكن توه مؤكدة أكيد، هو قصف مطار إيفور اللي هو مركز تجمع للطيران المسير الإيراني الذي يستخدم في قصف منطقة التنف مثل ما نوهت على بداية الحديث، اللي هي ب 15 شهر اللي تم قصف قاعدة التنف.